ضمن شوارع وأحياء مختلفة من مدينة سلمية، أصبح هذا المشهد جزءاً من السلوك اليومي، وذلك ضمن مبادرة أطلقها أصدقاء سلمية بالتعاون مع مجلس المدينة ومؤسسة آغا خان. فلم يعد التركيز على ضرورة غسل اليدين هو مجرد إعلان نمر أمامه، وإنما خدمة متوفرة ضمن محطات منتشرة في المدينة. قدمت جمعية أصدقاء سلمية فكرة نقاط الغسيل أو كبائن الغسيل لتعقيم الأيدي بالمنظفات للمواطنين، وخصوصا بنقاط الازدحام اللي بتكون فعلا تحتاج لأنه المواطن بسبب يعني التماس المباشر أنه يعقم إيديه، فإجت تلبي بمحلها بالنقاط اللي ثبتناها فيها حاليا كتجربه، واللي لاقت استحسان كثير كبير بسبب التقنيه الميكانيكيه اللي عم تشتغل عليها نقطه الغسيل، اللي هي مو صنابير تقليديه وانما تستخدم الارجل كدواسات مشان منع لمس للايدي، وبالتالي انتقال العدوى بواسطه الصنابير العاديه. شغله كثير حضاريه هي ومفيده خاصه بوضع الكورونا. طبعا في شيء من الحضاره وفي شيء من الرقي، بس بنتمنى من الشعب يستعملها بشكل مرتب يعني، ويكون في عنايه لها، ولا شيء حضاري وشيء ممتاز يعني. نموذج حضاري سعى من خلاله القائمين على المبادره الى ايجاد حلول بيئيه اقتصاديه، والتي يمكن تعميمها بشكل أوسع لتصبح ثقافة يومية متاحة.